ولنقاش ملف موجة الجفاف التي يتعرض لها العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد خبير الزراعة والموارد المائية تحسين الموسوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. سيد تحسين، رجحت وزارة الموارد المائية إمكانية اللجوء إلى الخزين المائي للسدود على خلفية مشكلة الجفاف في العراق. من الناحية الفنية، ما الذي يعنيها اللجوء إلى الخزين المائي للسدود؟ شكرا جزيلا، كل جديد التحية لكم ولكل متابعيكم الكرام. حقيقة استخدام الخزين هو يعني ما يظهر في آخر مراحل الخطر، وإنما هذا يعني استنقاذ كافة المتبقي من المياه، وهذا ما شكل خطورة عالية جدا بهذا الموضوع. احنا يعني بالحقيقة لم يبدأ لحد هذه اللحظة استنفار الخزين، لكن الخزين الموجود لدينا في السدود الحالية لم يكن هو بالمواصفات العالمية، وربما لم يكن صالحا بنسبة 100%. إضافة إلى ذلك، هناك جزء من الخزين ما يسمى بالميت ولا يمكن استخدامه بصورة طبيعية أو إلا بالتدخل الآلي. هذه من جانب. الجانب الآخر أيضا والمهم جدا حقيقة ما بعد الخزين، هذا الضغط على وزارة الموارد المائية بهذه الأزمة بهذه الشح العالمية إذا ربما سيولد خطر كبير علينا في المستقبل القريب. الاستعدادات غير جيدة، لا توجد بالعراق سياسة حصاد مياه ولا توجد إدارة مياه، وأنا كررت أكثر من مرة قلت ليس الملف خاص فقط بوزارة الموارد المائية، عدة جهات تكون مسؤولة عن هذا الموضوع. للأسف لم يكن انتباه واهتمام بالتحذيرات العالمية، تحذيرات العلماء منذ عقود، الصحف العالمية، الكل، الأزمة العالمية بصورة عامة. نحن الآن للموسم الثالث على التوالي في مسألة شح الأمطار وشح المياه. أستاذ تحسين، معذرة على المقاطعة، كانت الحكومة تحدثت عن أن الإيرادات المائية التي ترد إلى السدود والخزانات غير كافية لتغطية الاحتياجات الإنسانية والزراعية، ما الحلول الممكنة لمواجهة ذلك؟ الأزمة داخلية وخارجية. عندما نتكلم عن ملف الإيرادات، وتحدثنا سابقا قلنا هناك سيطرة كاملة من دول المنابع العراق، الدول المتشاطئة العراق على المياه، ولم يكن هنالك تطبيق للقانون الدولي في تقاسم الضرر. إذا هذا ما يتعلق بالجانب الخارجي. أما بالنسبة للجانب الداخلي، وليعاب علينا أيضا لحد هذه اللحظة لم تكن لدينا استعدادات لمثل هكذا أزمة، إضافة إلى استهلاك للمياه وعدم تشييد للمياه، نحن نستخدم طرق قديمة، لا توجد لدينا تقنيات ري حديثة بالنسبة للزراعة، لا توجد تقنيات ري بالتنقيب، لا توجد لدينا بحيرات مغلقة، لا نزال نستخدم الزراعة السيحية. إضافة إلى ذلك، لحد هذه اللحظة يتم دفع المياه باتجاه الخليج، كون إذا كان هناك حجز بالمياه لا توجد لدينا وحدات معالجة، مما سيسبب ارتفاع بالملوثات والمسببات المرضية. يعني مشاكل كثيرة نتحدث عنها. عكس اليوم نلاحظ أنه الدول العالمية استعدت لهذه الأزمة، وبالذات متشاطئة من العراق أخذت ما كفايتها من للنداء السدود، رغم التجاوز يعني على حصص العراق الدولي على الاتفاقيات على البروتوكولات، مقابل صمت تام في هذا الجانب. يعني عندما يكون رمي ملف المفاوضات بعهدة وزارة المائية هو حقيقة الهروب من المسؤولية، كون أن هذا الملف يجب أن يكون بيد أعلى سلطة، هذا ملف دولي، هذا الملف يتعلق بالفاعل السياسي. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا، لا يوجد تطوير وسائل، يعني وسائلنا للعيش وسائل جدا قديمة في ظل هذه الشحة العالمية. كان ينبغي أن نذهب مثلا إلى استخدام مياه الآبار، إلى تحلية مياه البحر، إلى أنا قلت أيضا إلى استخدام البدائل الأخرى. لكن للأسف الشديد دائما العراق يتعامل مع الأزمة، لا توجد لديه استعدادات للأزمة. نعم، مشكلة أخرى على غرار الجفاف وقلة المياه، لسان الملح الذي يمتد في مختلف المناطق بالعراق،
ما أسباب وتداعيات هذه المشكلة وكيف يمكن مواجهتها؟ بالنسبة للسان المحلي تتكلمين عن جنابك، هذا الشط العرب اللي هو الآن نتيجة ضعف الإطلاقات وانقطاع مصادر المياه من دول متشاطئة وبالذات من الجانب الإيراني، أقصد نهر الكارون ونهر الكرخة اللي توقف تماما بعد أن كان يدفع بحدود 5 إلى 6 مليار وفي بعض الأحيان 10 مليار متر مكعب من نهر الكارون، يقابله أيضا هذا الرقم من نهر الكرخة، بالتمام انقطع تماما. ايضا الجار ايرادات الفرات قلت، فبدا الضغط فقط على نهر دجله. يعني اللي لاحظ انه هذه المشكله كثرت بها مناطق البصره وفقدنا الكثير، يعني ليس فقط فقدنا الزراعه والنخيل في البصره وانما اثر حتى على الحدود بنتيجه دفع الترسبات، عدم دفع المياه من الجانب الثاني يدفع بالترسبات، وهذا اثر ايضا على خط التالوك. يعني هناك زحف باتجاه الاراضي العراقيه، يعني حتى وضع الملاحه سيكون صعب بالنسبه للمستقبل. المشاكل تكون مهدومه او ليست بالمستوى. هذا جانب. الجانب اللي تكلمت عنه ايضا الثاني تقصدينه شح المياه او الجفاف، التصحر، والتصحر هناك انواع، ومن الصعب ايقاف الصحراء، تمدد الصحراء صعب، يعني يحتاج الى مبالغ عاليه، يحتاج الى موازنات عاليه، يحتاج الى مياه عاليه. للاسف الشديد ايضا قبل قليل يعني اردت التنويه، ايضا الان فقدنا الخطه الزراعيه، والعراق الان صنف ضمن 9 دول قادمه مهدده بالامن الغذائي. الخطه الزراعيه لهذا الموسم تخفضت 50% من الموسم الماضي، يعني الان اصبحت خطتنا الزراعيه مليونين و500، وهذه في الحسابات تنتج بحدود المليونين طن من الحنطه، والعراق يحتاج بحدود 4 الى 5 مليون لسد البطاقه التموينيه، يعني هناك مشاكل. اضافه الى هذا الجانب مناطق سل بغداد والقريبه، واليوم نحن 12/12 ولم لحد هذه اللحظه لم تكمل الريه الاولى، اذا نحن حتى مساله المليونين و500 بهذا الظرف لا تتوفر. وضع المياه وضع جدا حرج، الخزين اللي موجود لا يمكن الدفع به بهذه الصوره، يعني الدفع به معناها العطش. نحن نحتاج ايضا الى تغذيه الاهوار للحفاظ على الاحتباس الحراري، للاحتفاظ على التغيير المناخي، للاحتفاظ على المناطق الرطبه، نحتاج الى ديمومة التنوع الأحيائي. وأنا قلت بالنسبة للسدود التي صممت بالعراق في السابق، هي صممت لاستيعاب الموجة الفيضانية، لم تكن هناك سدود جهزت لأجل أن تكون مكتملة 100% لخزن المياه الصالحة للاستهلاك. شكرا جزيلا لكم أستاذ تحسين الموسوي خبير الزراعة والموارد المائية، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد.